هل صحيح أن ساي تعود إلى منزل شافان؟ أنا من المعارضين فكرة عودة ساي إلى منزل شافان، وأنتم ما رأيكم؟ سمعت أن هناك قفزة زمنية لمسلسل حبيبتي من تكون بغياب ساي وفيرات، وأخيرا مسلسل الهندي حبيبتي من تكون بدأ يأخذ مساره الصحيح. في البداية أنا كنت شخصيا من المعارضين لعودة ساي إلى قصر شافان، ولكن بما أنها سوف تعود بمساعدة فيرات وتحت حماية باهفاني، في هذه الحالة نقول أنها ستكون في أمان. يظهر أن الأحداث المسلسل حاليا إما سوف تتجه نحو نهايته أو قفزة زمنية لجيل بأبطال جدد حول أطفال ساي وفيرات، نتوقع وجود مثلث حب ثاني، ولكن هذه المرة سوف يكون بين الأخوات. ولكن نتمنى فقط من المنتج أن يحتفظ بالممثلة الهندية عائشة سينغ كبطلة للمسلسل بعد القفزة الزمنية، وإحضار بطل جديد إلى مسلسل بديل عن ممثل نيل باهات، لأنه كرأي شخصي أرى أن هذا الممثل قد دمر شعبيته بسبب زوجته إشواريا شارما. نتمنى له السعادة في حياته الزوجية، ولكن المهم أن تكون بعيدا عن عائشة سينغ. شاركوني برأيكم حول أحداث المسلسل الحالية. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.